السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل تيست جديد في ريلي اسمه لوك اوت ريلي. زي ما احنا شايفين ده وشايفين من الرسمة انه في 2 كويل، كويل بيعمل ست وكويل ريسيت، تمام. وبالتالي احنا هنتوقع ايه؟ هنتوقع من الخلف ان في نقط للكويل ده ونقط للكويل ده، يعني بوزيتيف نيجاتيف للكويل ده. هتلاقي هنا النيجاتيف على الاي وبوزيتيف على البي، هنا نيجاتيف على الاي وبوزيتيف على البي، وهنا نيجاتيف على السي وبوزيتيف على الدي، تمام. يعني لو لفينا ورا كده شايفين يا جماعه، ادي الاربع نقط اللي تحت دول هم دول نقط الكويل. انا حاطط اهو بوزيتيف هنا على البي ونيجاتيف على الاي، ده تغذيه الكويل. والنقطتين دول نقطه النورمالي كلوز، وبيتغير حالتهم بعد ما الكويل يتحصل له انرجايز. طب بنستخدم ايه؟ بنستخدم جهاز السفيريكال اللي احنا استخدمناه قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده. بيبقى فيه نقطتين ستارت دول داخلين على البريكر عشان يبدا يحسب التايم، داخلين على الاثنين بول بتاع البريكر هنا، ونقطتين الستوب داخلين اللي هم هنا عشان اما برضه بيتحرك بيتغير الوضع بتاعه. دي النقطتين، النقطه النورمالي كلوز بتاعه الريلي. واحنا عارفين ان احنا مظبطين الدنيا هنا بالملي وات والملي سكند والفولت والامبير. طبعا ازاي؟ عشان نراجع برضو مع بعض. هنلاقي ان المود هنوقف هنا، نعمل هنا المود مثلا. عايز تحسن تختار باور، تختار هنا باور، هنا دي سي فولت. طبعا لو انت عايز تغير تعمل تشينج، ادي اي سي، لا بختار الدي سي سيلكت. نطلع فوق هنا عند الاميتر برضو الامبير، لو عايز تشينج بتشينج وتختار الدي سي، ان شغلنا كله دي سي. تعمل اسكيب بيظهر لك الشاشه بهذا الشكل. طبعا احنا هنا ده التست فورمات. التست فورمات ده يا جماعه اهو بهذا الشكل. ادي البيك اب فولتج اوبريتنج على الكويل اللي هو الاوبريتنج كويل، وفي ريسيت كويل بتحسب فيه الفولت بيك اب، وبتحسب فيه الكرنت، وبتحسب فيه التايم اللي هو ده الاوبريتنج تايم وده ريسيت تايم، وبتحسب فيه البيردن، وبتشيك على الكونتاكت. زي ما احنا شايفين هنا اهو الموضوع بسيط جدا. زي ما احنا شايفين هنبدا نعمل اون دي وهنركز احنا هنعمل ايه دلوقتي، ونعمل هولد هنا عشان يوقف القيمه اما يحصل بيك اب يوقف القيمه. ادي نركز على الريلي ونركز على السفيريكال. ادي عمل على 75 و466 ملي امبير. طيب بالنسبه احنا بقى عايزين نعمل نعمل اللي هو الاوبريتنج تايم، بنظبطه على 125، تمام، 125 و تقريبا 122، يعني بنظبط يعني كده كويس 124، وبنبدا نعمله على الاون تايم. وطبعا بنعمل ريسيت الاول هنا عشان يبدا يعمل بيك اب، وهنعمل مره واحده اون كده. جالنا 6 ملي سكند الاوبريتنج تايم. هنشوف مع بعض تاني بقى ازاي نعمل تحسب البردن على 125، والمره دي بدل ما نطلعه على الاون بلس تايم لا هننزله عند الاون. وانا عامل بليك الاون هنا، فهنركز مع بعض. هنا هيجي قيمه الامبير الملي امبير 110، جت 110 وانتهت تاني. ده بنكتبه، يبقى نقول 125 هنا، 125 الفولت اللي احنا كنا عاملينه في 110، دي قيمة البرد. وطبعا بنشيك على الكونتاكت هنا عن طريق المالتي ميتر. الموضوع بسيط، يعني بيبقى في طرف منه كومن وطرف منه نورمالي اوبن ونورمالي كلوز. وبكده يكون انتهينا من
الاختبار. وبقى للكويل التاني ريسيت كويل مش هيشتغل الا ما يكون ده اصلا معمل له انرجايز الكويل الاولاني، لان ده بيعتبر الريسيت. فلازم عشان يشتغل لازم ندي بلس كده للكويل الاولاني. معلش هو بس التصوير هنا بندي بلس بس للكويل الاولاني. ادي الكويل الاولاني كده معمول له بلس تمام. هنبدا ننزل شويه عشان نشوف البيك اب. احنا كده الكويل الاولاني معمول له ايه، معمول له بلس. هنبدا ننزل شويه عشان ايوه كده نجهز ونبدا نحط بقى الكويل الريسيت. يبقى لازم التاني يبقى معمول له انرجايز وباكك، يعني معمول له بيك اب، معمول له بيك اب كده. هو يشوف لتحت اهو، هو معمول له بيك اب عشان الريسيت ولا يعمل له ريسيت. ادي هنبدا نعمل، هنرفع هنرفع كده زي ما احنا شايفين. طلعت معانا 55 فولت و154 ملي امبير. وكده احنا كده عملنا ريلي كله. شكرا جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.